الزمالك يفتح حساب التبرعات في بنك مصر. يعني ايه؟ يعني تروح تتبرع لنادي الزمالك لو بجنيه يا برنس. نادي الزمالك فتح حساب في بنك مصر لاي حد يروح لو يتبرع لنادي الزمالك باي حاجه، عشان نادي الزمالك دلوقتي بيمر بازمه ماليه كبيره جدا جدا. ايه الموضوع ده؟ انا هعرفه لك دلوقتي وهنتكلم على الموضوع ده النهارده باذن الله. ولكن ما تنساش اول حاجه تصلي على سيدنا محمد، وما تنساش اللايك بتاعك يا برنس، اللايك بتاعك ما تنساش، واشتراكك بقى تنزل تشترك، يعني خليك شاطر كده تنزل تشترك معانا وتفعل زر الجرس يا برنس وكل حاجه. ده يعني مش عايز منك حاجه تاني، مش عايز منك حاجه تاني، اللايك بتاعك واشتراكك، وتنزل في التعليقات تقول لي ايه اللي حصل في نادي الزمالك ده، وتقول لي ايه رايك على الموضوع بعد ما نحكيه يا برنس. يلا بينا نخش بقى كده ونقول الموضوع. في الساعات اللي فاتت، يعني في الساعات اللي فاتت يعني ظهرت صوره على السوشيال ميديا تبرع احد مشجعين نادي الزمالك ب 300 جنيه في بنك مصر. فالناس الصوره اتشهرت جدا جدا وعملوا ايه ده ايه ده ايه ده في ايه. المهم جبنا اصل الموضوع ده، اتاري نادي الزمالك فتح حساب في بنك مصر، والناس اللي هي دلوقتي ماسكه اداره نادي الزمالك دلوقتي ناس بتوع بنوك، يعني ناس ماسكه اداره بنوك، وفيهم بتالي فيهم واحد رئيس بنك مصر. فهو فتح حساب في بنك مصر اللي جمهور نادي الزمالك ان هم يروحوا يتبرعوا لنادي الزمالك عشان الازمه الماليه اللي هو بيمر بيها. هتقول لي يا عم ما جددناش الفرجاني ليه، وما كنا عاوزين نجددوا الفرجاني واحنا ما عناش فلوس. ولكن انا بقول لك نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره جدا جدا، ولازم يعمل ده الحل الاخير، يعني ده الحل الاخير لنادي الزمالك عشان ينقذ نادي الزمالك من الازمه اللي هو فيها دلوقتي. يعني نادي الزمالك دلوقتي بيمر بازمه كبيره جدا جدا في الفلوس، فكان لازم يعمل الموضوع ده انك تروح تتبرع لنادي الزمالك باي فلوس. ولكن انت ما تجيش تقول لي يعني واحد بيقبض مثلا 2000 جنيه 3000 جنيه يروح يتبرع لنادي الزمالك، لعيبه بتاخد ملايين يعني من اللعيبه دي تتبرع. ما تيجي انت هتقعد مع نفسك، طب انا هتبرع انا واحد بقبض على قد، فاهم انت؟ انا اروح اتبرع لنادي الزمالك؟ لا، هو الموضوع حساب التبرعات ده معمول للناس اللي هي يعني رجال اعمال مثلا الزملكاويه، الناس اللي تقدر تساعد نادي الزمالك بحاجه. فالناس اللي هي مثلا لو ساعدني او تبرعت نادي الزمالك بفلوس فما فيش مشكله جدا، ولكن مش هيروح ياخدوا من الجمهور الغلابه، من الناس اللي هي شغاله يعني بيقوت يومها مثلا يوميه، ولكن مش ده يعني ده مش هيروح يتبرع لنادي الزمالك. اه برضه الست يعني الفاضله اللي راحت اتبرعت عشان فرجاني ساسي بحالها، برضه يعني تيجي تبص لقيمه اهلي وزمالك في الموضوع ده، عشق يا ناس، عشق يا ناس، سواء اهلي او زمالك، فانت بتتكلم على كيان. فانا برضه النقطه ديت مضايقاني، يعني النقطه دي مضايقاني انك يعني نادي الزمالك، نادي الزمالك ركز معايا في اللي انا بقوله، نادي الزمالك ده حاجه كبيره جدا زيه زي الاهلي، فانت بتتكلم عيب قوي انك تروح تتبرع لنادي الزمالك. موضوع سخيف، موضوع سخيف جدا. ولكن هو ده القرار، هو ده الخبر اللي طلع، وطلع قرار من مجلس اداره نادي الزمالك بان فتح حساب التبرعات لنادي الزمالك من لجمهور نادي الزمالك ان هو يروح يتبرع لنادي الزمالك في بنك مصر، وبرع لو بجنيه يا باشا. ولكن الموضوع يضايقك، الموضوع يضايقك ولازم تفكر فيه يا برنس. ولكن هنعمل ايه؟ هو ده حال الدنيا. ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك يا برنس، تنزل تشترك معانا وتفعل زر الجرس، والسلام يا برنس.